كيفك؟ منيحة، أنت شو جابك لهون؟ والله مثل العادة، دقيت وما رديتي علي، ولما أجيت وشفت الضو شاعل، انشغل بالي عليك كتير. أساساً أنا كنت بدي دقلك. ميليس؟ أزلام؟ لقينا أوكتاي. إمتى لقيته؟ طمنيني صاير له شي؟ للأسف إيه، هو بالعناية المشددة. كيف؟ الدكاترة تركونا، قال ما فيهم يخبرونا شي عنه. شو صار له؟ صار معه شي حادث يعني؟ ما عندي فكرة أزلام، يلي بعرفه إنه وضعه صعب وإصابته كتير خطيرة. طيب انتو بأي مستشفى هلأ لحتى أجي فورا؟ تمام تمام. هذا سام؟ طيب ليش ما خبرتيني؟ كنت تصرفت بالله جد؟ مثل ما تصرفت مع أوكتاي؟ شو قصدك؟ أوكتاي لساته عايش. هاشتك مستحيل هالحكي. مين يلي خبرك بهالشي؟ مراد، هذا كان آخر شيء قاله قبل ما يموت. مستحيل، أكيد عم يكذب. صعب كتير إنه يبقى عايش بعد ما وقع من فوق الجرف. إن شاء الله يكون مات. أنت تحرى عنه وشوف، لازم تتأكد. تمام رح شوف. رح تحل هاي المشكلة؟ ولي يا حيوان، لك فهمني شو عم تساوي انت؟ مين مفكر حالك؟ بعرف انك انت يلي قتلته لامارت. ولي عم اقول لك لا تجنني وتطالع لي خلاقي، لا تعصبني احسن لك. ها ما قلت لك انه ما رح يحكي؟ انا ما قلت لك انه موضوعه عندي؟ ليش عم تضحك ولا حيوان؟ قدرات كل مره بتغلط معنا وبتاذينا، ومع هيك ما حدا عم يساوي له شيء منا. ايه الحقيقه عزراء معها حق. طبعا معها حق، كل ما ضلينا ساكتين يا بنات كل ما رح تقوى قدرة أكتر وأكتر. صرت قايلتها ألف مرة وبرجع بعيد وبقولها مرة تانية. ودينيز معها حق كمان، يعني إذا ساوينا مثلها شو رح يصير؟ تخيلوا زيرين رح تدقق علينا بزيادة. والله دينيز معها حق، ما بتنلام أبدا. إيه دينيز معها حق وعزراء معها حق كمان. إيه شو بدنا نساوي؟ شوفوا كل وحدة منهم زعلانة وقاعدة بغرفتها وما عم يحكوا مع بعض، شو منعمل؟ يا بنات مين المستفيد من هالشي؟ طبعاً قولوا لي مين العدو؟ قدرات. ها؟ وقدرات لعبة بإيد زيرين. ايه تمام، حلو هالحكي كتير حلو. ليكنا كلنا منعرف مين عدونا، قدرات وزيرين، ما هيك؟ بس إذا تزعلنا هيك من بعض وما حكينا مع بعض، كيف بدنا نحلها ونخلص من هالمشكلة؟ نحنا رح نخسر إذا ما اتفقنا.
لك انت شو عم تقول ولا؟ مين انت مين مفكر حالك حتى تعمل علي معلم؟ لك مين انت لحتى تكبر راسك وتتحداني ولا؟ الحيوان عم يكبر معي بالكلام، شاف انه فضيت له الساحة، الواطي فكر حالي انه رح يتصلبط على شغلي. انا لسه ما متت ولك انا لساتني عايشة. صاير شي؟ ايه صاير، صاير وكتير كمان. هدول حيوانات ولك هدول وحوش عم يحوموا فوق راسي هاجر. وانا متلكن ماني حابة وقف مع واحدة ضد التانية يا بنات. بالنهاية والله دينيز وعزراء غلاوتهم على قلبي مثل بعضهم، والله ماني عارفانة شو بدي ساوي يا الله. والله وأنا كمان مثلك بنقهر كتير لما شوفهم متخانقين هيك. يعني بالنهاية دينيز قائدتنا وعزراء زعيمتنا، نحن هون كلياتنا جسد واحد بس في راسين علينا ومنحبهم. ايه تماما، بس شو بيصير لما هدول الراسين يتخانقوا؟ الجسد رح ينهار، ما لازم نخلي هالشي يصير يا بنات. اللي عم يصير هلأ كله بسبب لهي الحقيرة الكلبة عزراء، ولك خربت علينا كل شغلنا. أخ يا عزراء، أنا بورجيكي يا حقيرة لأمتى بدك تهربي مني؟ مفكرة ما رح أقتلك يعني؟ لك شو مفكرة أني ما رح أقتلك وليه؟ والله لقل عن شرفك لسه. اسمعوا هيك ما حيمشي الحال، هيفس داريا نادولي عليهم، بدنا نقعد ونحكي سوا. لازم يلا يلا. داريا دينيز شوفي البنات حابين يحكوا معك. عزراء تعالي بدي أقلك شغلة أنا والبنات. ها شو بدكن تقولولي؟ تعالي هلأ بتعرفي. شبك هيفس ليش هيك وشي؟ ما في شي. تفضلوا. والله بدكن تفتحوا أدنيكن منيح ورح تسمعوا شو رح أقول. احكي الضفر بيطلع من اللحم شي؟ آه؟ وإذا طلع منستفيد منه شي؟ انتو بدكن نختار مع مين نوقف؟ ما رح نختارك ولا رح نختارك. نحنا منختار حالنا، منختار بعضنا البعض، نحنا منختار عيلتنا هاي اللي هون. ايه قدامكن خيارين بس، يا اما بترجعوا عزراء ودينيز اللي نحنا منعرفهم وبتتصالحوا، يا اما بتضلوا متخانقين وكل وحده بطريقه، وإذا نقيتوا أول خيار بتلاقونا واقفين جنبكم. طبعاً ما هيك؟ طبعاً طبعاً لكن، وإذا نقيتوا الخيار الثاني فكل وحدة بطريقة ونحن منروح. تماماً إيه صح، نترككم. ماشي احكي لهم. أنت احكي هي خطتك. تمام، الحقيقة أنا وعزراء ما تخانقنا، يعني هاي جزء من الخطة. كيف؟ كيف؟ شو قلتي؟ حسرت ليكي، أساس البلا مانا قدرت، أساس البلا زيرين. يعني نحن سوينا هالخطة لنقضي على زيرين. يا الله دخيلك. ماشي غلفنا الطرد. زيرين انت ليش قتلتي هذا الزلمة؟ لتكوني بتحبيه؟ لا مو هيك القصة نجدت، اللي بعرفه انه خاني، هي هي كل القصة. نحن لازم نعمل جهدنا إنه نحاول نسيطر على زيرين. والله كنا حابين نخبركم بهذا الشي، بس خفنا إنه شي وحدة تزلق بشي كلمة وساعتها الكل بيعرف. عكلين نحن لازم نسوق بالموضوع، يعني زيرين لازم تفكرنا متخانقين، يعني هي مسؤوليتكم. يعني
يعني انتو ما انكن متخانقين؟ وانا مصدقة من كل عقلي نازلة صريخة عليكن يمين وشمال وطلعتوا ما انكن متخانقين ولا شي؟ والله قلبي كان حاسسني لهيك، انا من الاول ما زعلت. يعني يا بنات طلعتوا بتعرفوا تمثلوا طبيعيين. والله كلنا صدقتوا علينا كلنا. بس انا من الاول ما صدقتكن. ايه حاجتي اكلتي المقلب. والله انا لهلا مو مصدقه. اسمعوا اذا ما بشوفكن انت وياها معانقين بعض وعم تبوسوا بعضكن مثل ايام زمان ما رح صدقكن ولا رح سامحكن. اذا هيك تعالي اعطيني بوسه لك. هاتي ايه بوسوا بعض. صدق يعني تبوسيها فرجيني لشوف. احنا كمان بدنا شوفوا قديش فرحانه عم تزقفوا كانه شايفتنا. ما لسه خالص صفيه انت من الاول عرفانه. ايه عن جد ما معقول. يلعن الحالة. لا 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 يا الله دخيلة يا الله دخيلة. الحمد لله على سلامتك. صار لك شيء؟ لا 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 عدت على خير كله تمام. يلعن هالحظ يلعن هالحظ. حاسب كل الحق علي. لا تواخذني ما انتبهت، ما شفتك بالمراية. ما صار عليك شيء ما هيك يا خانو؟ لا لا أنا منيحة الحمد لله. نحن عنا تأمين منجيب الشرطة خليها تكتب الضبط. ساعات التأمين بتكفل بالمصاريف لأنه بسببنا ساويتوا حادث. رح أتصل بالشرطة. لا لا ما في داعي للشرطة. تأخر الوقت خلينا نتصرف ونروح. طبعا طبعا لا ينشغل بالكم نحن رح نتصرف. ركبوا بسيارتكم ومشوا يلا. حضرة الضابط لا تعذب حالك. نحن الحمد لله متفقين. لا تعذب حالك وتنزل. حضرة الضابط الحق علي. مستعد صلح لهم السيارة على حسابي. ما في داعي أخي، أصلاً نحن ما بدنا نشتكي. نصلحها على حسابنا. إيه؟ طيب، تصبحوا على خير، وأنت بخير سيدي. يعطيكم العافية. إذا ما عم يسكر الطبون في عندي حبلة. ما في داعي. سكرنا مش الحال. بترجاكم روحوا على سيارتكم ومشوا. خلينا نعطيك الكرت تبعنا وارقام موبايلاتنا مسجلة علي كلها يا محترم. تواصل معنا لما تصلح السيارة ونحن رح ندفع مصاريف الصيانة والتصليح كله. اختي ما في داعي للكرت، انا رح اتصرف. شكرا لكم، روحوا على سيارتكم. ماشي مثل ما بدك، بس سامحنا من قلبك. تمام. يا اخي نحن كتير منعتذر منكم. بسيطة. يلا امشي. وانتي شرفي على سيارتك. يلا. أهلين أزلام. زيرين خانم. ليكي أنا بدي أطلع شوي، بس قلت لحتى خبرك قبل ما أمشي. كيف؟ وين بدك تروح يلا؟ أوكتاي. أوكتاي بالمستشفى وكتير خطير وضعه. حاطينه بالعناية. إلي اللي خير. شو صاير مع أوكتاي؟ عرفتي شي؟ لا والله. بسيطة. طيب بأي مشفى؟ تمام. سلمي قلبي مكانك وأنتي روحي وطلعي. ألو. شوفي مراد ما كان عم يكذب. أوكتاي لساته عايش بالعناية المشددة. هل أحكيت معي أوزلام؟ ماشي. هو بأي مشفى موجود؟
اختي دينيز لبسي القميص الابيض. قصدك هاد ما؟ يا الله شو فرقت فيني روح بهدول التياب يعني عادي دودو. لا دينيز لا تقولي هيك رح توقفي قدام القاضي، يعني لازم شكلك يكون مرتب ما، ولما ترجعي شعرك لورا بيطلع حلو، لازم الكل يشوف قديه انت حلوه، بلكي القاضي من شكلك بيحكم انك طيوبه. طبعا حبيبتي لازم يشوفوكي حلوه، يعني انا برايي لبسي القميص الابيض مع الطقم الاسود احلى. اذا لبستهم رح اطلع براءه يعني؟ يا ريت. يا ما حدا بيعرف، خلي ايمانك بالله كبير. تمام يلا امشوا لنا، اتركوها ترتاح احسن ما تتطاوب قدام القاضي بكره. يلا الله يوفقك ويكون معك. الله يسلمك. هذا الطقم تمام رح البسه. تمام تمام بيلين يلا. يعني أوزلام أنا من زمان كنت حابة خبرك بهذا الشيء، بس بتعرفي صدقيني والله بعرف بس مو لهي الدرجة، يعني ما تخيلت إنه زيرين ممكن تتوحش ويطلع منها كل هالشغلات، خطط للانتقام وجرائم قتل كمان، والله هذا الشيء ما بيتصدق. بس ساوتها ورح تساويها، ناوية تنتقم. العفو أهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور، كيف فيني ساعدك يا خانو؟ اجيت زور أوكتاي بوران بالعناية المشددة. العناية المشددة بالطابق السادس، فيك تستخدم الأسانسير يلي بالكريدور مدام. شكرا لك. العفو. هلأ لما عم فكر شو كانت تساوي، تصرفاتها غريبة. حضرت فيلم عجبتني فيها العبارة أكبر حيلة للشيطان إنه خلي البشر يصدقوا إنه مانو بيناتهم، هيك على ما أذكر. سيدي زيرين دخلت على المستشفى. شو هالوقاحة؟ شو عرفها انه هو هون؟ ولا يهمك رح نعرف، انتو خلوكم. شو نعمل؟ ما في واحد فاضي؟ رح شوف هاتي. امشي امشي اتركو امشي اتركو. يلا يلا تعال. يلا أخي يلا يلا. يلا استعجل يلا. أنا انجبرت قبل ما أطلع من السجن إنه خبرها لوين رايحة، وبوقتها ما كنت بعرف كل هذا الحكي عنه. بسيطة أزلام، مو مشكلة، أساساً متوقعين إنها رح تجي. طبعاً جاية تكمل الشيء اللي ما قدرت عليه. يا أستاذ ممنوع الدخول. أوكتاي فرحت كتير إنك ما متت، لأني حابة أقتلك بإيدي. شو عم تسوي عندك؟ زيارة. زيرين خانم بكفي هيك. إيه طبعاً شكراً لإلك، ساعدتني كتير دكتور. ممنوع الفوتي لهون بتيابا. كيف؟ بعد إذنك لبرا. إيه طالع. لازم نترك المريض يرتاح شوي. إيه طبعاً، بس دكتور
لأمتى رح تخلوه بالعناية؟ على قليلة يومين. تمام، شكرا ليلى. معافاً إن شاء الله. يلا غمضي عيونك وحاولي تنامي. بس مو جاييني نوم، خلينا نحكي شوي. شو صاير معك؟ أوف، صراحة أنا ما كنت حابة أحكي لك لأنه هلأ بتعصبي. شو؟ قولي. أوغوز. شو بأوغوز؟ الحقيقة إنه صار لك فترة ما شفتي لهالزلمة. لما تركتيه كان شي، وبالوقت الحالي شي تاني. ما بتعرفي شو يلي مر على راسه. شفته عم يفوت على مكتب زيرين، عم صارت تخطر على بالي ألف فكرة وفكرة، بلكي عم يتعاون مع زيرين أو هيك شي، ما بعرف. زيرين خانو، تولقى بيك؟ كنا متوقعين زيارتك بس ما توقعنا بهي السرعة. عرفتوا شو اللي صار مع أوكتاي؟ وقع عن الجرف بكيليوس. يعني انتحار؟ الحقيقة كان عنده مشاكل. بالله؟ في حدا دفشه؟ في حدا دفشه عن الجرف؟ حدا دفشه؟ مين بده يكون عمل هيك؟ القاتل نصيرة. يلي ساوى جريمة قتل واتهم عزراء كايا فيها. ايه؟ معناتها معروف؟ وأنا هيك رأيي، بس بدي أعرف مين يلي وراه. يلي جبروا على هالشي هو شخص واحد. شي غريب. إذا الشاهد والدليل موجودين شغلك رح يصير سهل. قريباً رح نلاقيهم. أنت لا تاكلي هم، أوكتاي عزيز كتير على قلبي، لهيك رح ساوي كل شي لحل هالقصة. كتير حلو، هلأ طمنتني. إيه الحمد لله. يعطيك العافية. الله معك. لا تاكلي هم، ما رح يصير شي. ايه زيرين رح تحاول انه تستخدمه، بس أوغوز مستحيل انه يحط ايده بايده. تمام؟ انا الحقيقة متوقع هالشي من الاول، انه رح تحاول تستخدم أوغوز، بس انا ما رح ارجع التقي فيه. ماشي؟ لا تاكلي هم. طيب الموضوع عندي. شو في أوغوز؟ ما في شي. لا في شي، قلي. شفت دينيز؟ دينيز؟ دينيز. شفت دينيز؟ يعني رحت على السجن؟ لا تستنى خير منها أوغوز، بهداك الوقت ما إجت، وهلا مستحيل إنها تيجي كمان. هالمرة ما رح أتخلى عنها يا أختي، هالمرة عن جد ما رح أترك دينيز، حتى لو رح موت. ما رح أتركها. شو تغير؟ ها؟ كنتي وحيدة ولساتك وحيدة، وفوق هيك كل مالك عم تغرقي. الحقيقة أنا بعرفك طبعاً، مو بشكل شخصي،
أنا ودوهان شوكاجي خدمنا سوا، كان مثل أخي وأكتر كمان، وبعد العسكرية محسوبك انقطعت إيده، ومن بعد هالحادثة ضلينا رفقة وما انفصلنا عن بعض. هاي الصورة مع أوغوست صديقي ورفيق السلاح، هون كنا شباب، بس من وقتها كنت حليوة ما؟ هاي هي، شو صغيرة هالدنيا. ألو نجدت؟ إيه زيرين؟ كل شي تمام. شو عملتي بأوكتاي؟ رح يضل نايم يومين؟ مين بيعرف شو رح يصير بهاليومين؟ شو هالشي المستعجل كمان؟ طبعا بيساويها. تمام، اي ساعة بدها تروح على المحكمة؟ تمام. طيب بس بدي منك تبعتي لي خط السير. اتفقنا، شوفك. هات لنشوف. وبعدين الغيوم تعاونوا واجتمعوا ووقفوا قدام الشمس مع بعض. الشمس قالت لهم بعده من وشي، حبيبتي تحت وبدي شوفها، وإذا ما شافتني رح تدبل. هلأ الشمس عندها حبيبة؟ عندها يا خالي، عندها. طيب مين بتكون؟ عباد الشمس الزهرة، بتميل راسها دائما باتجاه الشمس، وين ما بتروح الشمس بتدير وشها على نفس الجهة، وإذا شي يوم ما شافتها بتدبل وبتحني رقبتها وبتموت من القهر هالمسكينة. يا حرام. طيب وانسحبوا الغيوم؟ لا ما انسحبوا الغيوم، هنن أعداء للشمس كمان، لهيك ما انسحبوا. يعني الزهرة بالأخير ماتت؟ لا يا خالي، هي ما ماتت، لأنه وصلنا لأحلى جزء بالقصة. إجت الريح وطلعت من بعيد، شافت العشاء مو مجتمعين فما تحملت وساوت يلي فيها عليه، سحبت نفس ونفخت هيك راحوا لغيوم السود، والسما صارت صافية قدام الشمس، وهون الزهرة اطلعت بالشمس وشو شافت؟ شافت الشمس عم تطلع عليها من فوق. شو؟ عجبتكم؟ حلوة كتير، حبيتها. يلا ناموا لشوف. أجوز أجوز يلا، لسه ما خلصت القصة. معقول ما تخلص القصة؟ خالي إذا بتريد احكي لنا قصة تانية. أمكم معها حق، صار وقت النوم هلأ، الجزء الثاني من القصة بحكيكم إياه بعدين. تمام؟ يلا عالنوم يا بطل، وإنت كمان يا أميرتي الحلوة. يلا تعال شاكي، اطلع
ديري بالك تبردي. وانت كمان. أهلا وسهلا فيكم جميعا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا أوغوز. وأنا جالة. تشرفت فيكي جالة. أهلين. وأنا فهيمة. فهيمة اسم ستي وكتير بحبه. أهلين تشرفنا. وأنا أما. أما تشرفنا بمعرفتك. أهلين في. تشرفنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أوغوز أوكان. الحقوني لو سمحتوا. انتوا جاهزين تشتغلوا بالتراب هلأ؟ جاهزين. كتير حلو. يلي اشتغلوا بالتراب أكيد بيعرفوا إنه كل نوع من التراب له لغته الخاصة فيه، واجينا اليوم لحتى نتعلم لغة الأرض يلي عنا هون، ورح نعلمها كمان من لغتنا، وبعدين منبلش بالتجارة. نحنا منعطي وهي بتاخد، وهي بتعطي ونحنا بناخد. اتفقنا. وما منشوف غير فجأة صار المكان هون جنة، في فواكه وفي خضرة وشجر وهالقصص، وبتصير قطعة من الجنة. جاهزين لتعملوا قطعة الجنة تبعكن هون؟ ايه جاهزين. ما سمعتكن؟ جاهزين. حلو. بالأول قلنا منبلش بالتراب، عنا شجر خوخ وتوت ونجاص كذا نوع. صح رح تبلش على ايديكن، بس رح تعيش وتكمل بعدين، بس انتو يلي زرعتوها. اتفقنا؟ اتفقنا. اتفقنا؟ اتفقنا. حلو. في أي سؤال؟ أزلام خانم. إحسن. إليكي أزلام. عزراء بالمنفردة وطلبت تشوفك. تشوفني أنا؟ ليش؟ شو القصة؟ والله ما بعرف، قالت لي إنه الموضوع نسائي. آه تمام، هلأ بشوفها. أوف دبحني هالوتاب. آخ آه. حاجة خلص بكفي، روحي يسلموا. أجار. ها. أمال تعي لنشوف. تعي. هاي رقم شرف ليكني جبت لك يا. والله شو هالسرعة، برافو. نحن هيك منشتغل. شو نعمل هلأ؟ نبلش نعدل المصاري؟ استني شوي. وليه لسه ما حكينا مع الزلمة؟ ايه بسيطة، معناها رح نسجلها لحساب عادي. انتي مو غريبة أساسا. والله حكولي عنك كتير بس ما صدقت، صرتي تعرفي الشغل على أصوله.
على كل سجلي على الحساب، خلينا نتصل بشرف هلأ. شو ها؟ دخيلك يا ربي، خدي تركي هاد، احكي من عندي. ليش لا تحكي بجوال مثل هاد وفي أحسن منه؟ برأيك بيه بالزبالة. وليه؟ لسا مبارح اجيتي لهون، كيف قدرت تجيبي الموبايل؟ فيك تقولي اني بعرف استغل مواردي منيح. ولك أمال؟ والله بينخاف منك، انت الشيطان بذاته يا بنت. علمتي زيرين جاي، خدي هذا خبي. اوه مديرة زيرين، شو هالزيارة الحلوة؟ بس ما أكون قطعت حديثكم. لا بنوب بالعكس، انتي مكانك على راسنا من فوق، بس يعني فيك تخبرينا شو سر هالزيارة الحلوة؟ تعودتي على المكان؟ ايه كتير، الفضل للمعلمة قدرت، هي عم تساعدني. معقول ما ساعدها لهالحلوة أمل حبيبة قلبي وروحي؟ منيح، الواضح انه انتو بتعرفوا بعض من قبل. ايه اما لأمل كانت رفيقتي المقربة ايام زمان، يعني بعرف أمل من هي وباللفة. يا الله. أمل معلش تتركينا شوي. أكيد حاضر. بصراحة ما بعرف إذا فيني إلك، عيونك كتير حلوين ما شاء الله. بالإذن. إيه رح ضيفك قهوة، كيف بتشربيها؟ لا ما بدي، في موضوع لازم نحكي فيه. عادي. هاي البنت أمل برأيي رح تخدمك كتير، قريت ملفها، هي قصة بدرجة أولى. ايه مبين عليها محترفة وشاطرة بهالقصص، واشتغلت مع محترفين بتعرفهم كلهم، ما بينخاف عليها. لتكوني مخططة تعملي شغلك برا عن طريق هالبنت. لا بنوب. أنا مرة مسكينة محكومة مؤبد، يعني وحدة مثلي شو عندها برا؟ ايه معك حق قدرة، عزراء نزلتك كتير. ايه في هيك شي والله. تعرفي شغلة قدرات؟ عزراء مصيبة فوق راسي، يعني قصدي لو تطلع من حياتنا رح ارتاح مثلك واكتر. أساساً دينيس خلص تروضت، بس ضل عزراء لو تروح منرتاح. زيرين خانو قدرت، اسمعيني منيح، في عندي عرض لإلك. حلو، برافو، ضربي قوى لسه، ممتاز. ايه تعرفتوا على شجراتكم؟ كيف يعني؟ إلا مرحبا أنا جالي؟ ايه تماماً، قولي هيك مرحبا أنا جالي. أنا عم أحكي عن جد وأنتوا عم تضحكوا؟ يعني تعرفوا تقربوا، لازم تبنوا علاقة مع شجراتكم، وبس نخلص من فصل التعارف بتحفروا حفرة بهالعمق هالقد بس. تمام. بعدها بتاخدوا الأنابيب وبتدفنوها جوا بالتراب، منيح؟ بس بتحكوا معه وأنتوا عم تزرعوها، ماشي؟ وبعدين رح أجهز الخرطوم، وبعد ما نعطي الشجرات أول قطرة مي بنخلص، والشجرة رح تتعلق فيكم، رح تراقبكم ورح تقدر تعبكم، رح تعيش وتكبر كرمالكم. والله صدقوني هن مثلنا تماما، بيبكوا وبيضحكوا وبيعصبوا وبيحبوا كمان وبيغاروا عليكم طبعا، بس هاي التفاصيل وأسرار مهنتنا بخبركم إياها لسه لقدام، ما في داعي للعجلة، لسه معنا وقت. كملوا. أوغوست شو عم تعمل؟ عم جهز الخرطوم. زيرين عم تجهز كل هالمقابلات هاي، عندك علم؟ ايه شكراً إلها،
هي مو مرة بريئة مثل ما مفكر أنت. أهدافها مو بريئة، لسه ما بتعرفها أصلاً. بعرفها بعرفها، هي خطيبة رفيق المقرب من أيام العسكرية. شو؟ ليك هالمرة عم تخطط وتنظم لكل هاد لأنه هدفها تأذيني أو تأذيك أنت، واضح؟ تعي معي. شو؟ شبك؟ شو في؟ تعي معي. شو عم تعمل؟ تعي معي. هاتي شو رجلك. عم تعمل؟ هاتي. شو عم تعمل؟ شو عم تعمل أجوز؟ أعطيني أجوز. شو عم تعمل؟ شو صار لك؟ أعطيني. هاتي رجلك. لك دوسي على التراب. يلا دوسي، اهدي، دوسي على التراب. غمضي عيونك، غمضي شبك، روقي، حسي بالتراب، حسي فيه. بتحطي البذرة بالتراب وبتنتظري لتكبر وتصير قمح أو تبغ أو درة، وبعدها بتكبر وبتطول قدامك، بتحسيها شتلة ذهب. فجأة بتجي عاصفة، هوا وتلج، وبتخرب بلحظة كل أحلامك هاي. إيه؟ إذا يعني كان في عواصف وكان في موت بالنهاية، بس ترمي هالبذرة بالتراب فيك تبطلي تحبيها وقتها؟ ليكي رح نبقى هون سوا لساعة، وبعد شوي ممكن نموت، مين بيعرف؟ نحن بنملك هاللحظة بس دينيز، هاللحظة وبس. استسلمي، اتركي حالك للتراب. دينيز اتركي حالك لأقدر ضمك بها. ما فيني أشغل حالي بهاي الأمور، هاي الأمور. الحب؟ إيه؟ الحب مو شي بإيدك تأجلي، الحب بيفرض حاله علينا، وما فيك تسكري الباب، ومو على كيفك بتقرري ترفضي. طلعي فيني، طلعي يلا. نظرتك لساتها مثل ما هي، لا تهربي بعيونك. فهمت يلي لازم أفهم؟ الجرح يلي جواتك ماطر. خلص حاجة، بكفي. خلص جد بكفي، لأنه أنا مو عايشة بالجنة لمعلوماتك. المكان يلي عايشة فيه جهنم، وما عندك فكرة أبداً عن عيشتي هونيك. قوليلي طيب، قوليلي دينيس، أنا هون ما رح أروح لأي محل، ما رح أتركك وروح. حكيلي هلا، شو رأيك نزرع شجرتنا وتحكي لي؟ ما في تطورات بوضع أوكتاي، لساته عوضه. طيب ومراد؟ مراد لسه مو مبين؟ لا، وما قدرنا نعرف شي عنه أبدا. شغل مين هاد؟ معقول هي زيرين؟ ليكي صار لازم روح، شو بدك مني؟ مو حكينا أنا وياكي سوا بموضوع زيرين من قبل؟ كنت بدي أسألك إذا لسه على رأيك. إيه أكيد. ممتاز، لأنه هلأ بإيدي فرصة كتير ممتازة. زيرين رح توقع حالها بحالها، رح تغلط غلطة كبيرة، بس بدي مساعدتك. وشو هالغلطة هاي؟ رح تعطل كاميرات المراقبة على الساعة 9، ورح تبعتني لمكان لحتى أقتل فيه قدرت، وعلى الأغلب رح تترك لي سلاح. بدي منك لما تفكر هي إنه الكاميرات معطلة إنك تخليها تشتغل وتسجل،
وهذا رح يكون دليل كبير ضدها لأنه عم تحاول توقع المساجين ببعض وتعطيهم أسلحة كمان. وبعدين فينا نقلها باي باي زيرين. موافقة؟ موافقة. كرمال أوكتاي بعملها. شكراً كتير عن جد أوزلا. ليكي إذا شفتي دينيز هي هلأ بدورة زراعية يمكن ممكن تقلي لها بس ترجع إنه الخطة ماشية وإنه عزراء قالت إنه إن شاء الله هي آخر ليلة لزيرين هون. تمام بخبرها. يسلموا أوزلا. انتبهي. فهمت هلأ شو المكان اللي أنا عايشة فيه وقديش عم اتعذب بحرب مع هالمريضة نفسياً؟ رغبتها بأنه أنا وياك نلتقي ببعض أكيد في شي سبب من وراها. بدها تقتلني؟ أوغوس دينيز أنا ما بهاب الموت. كنا نخاف قبل بس لما فتحت عيوني بالمشفى وما شفت إيديكي بإيدي أنا متت وقتها. متت ومتت مرة تانية لما تزوجتي ومتت لما ماتت بنتك. كم مرة ممكن يموت الواحد يعني؟ أنا رايح شوف الوضع لأنه خايف يزرعوا الشتلات بالعكس. حلو الشغل ممتاز برافو كتير حلو. إيه هيك ها برافو برافو حلو. حسرات؟ بدك رأيي؟ كتير منيح إنك قلتي إيه لحسين وحسن كمان بده يتزوجني. نحن التنتين منكتب كتابنا سوا. ليك يا دودو بالأول خلينا نخلص من زيرين وبعدين منفكر بكتب الكتاب. وعد علي لما هالحقيرة توقع وقعتها وحياتك لحتى أدبك هون بالمهجع 40 يوم وليلة كاملات. توقع رح توقع إن شاء الله. لك بعمر هالدنيا ما دامت لحدا سلطان سليمان ما ضل. رح تضل زيرين ايه. عزراء ودينيز رح يوقعوها وبتشوفي كلنا هون ضده ان شاء الله. ام عيون زرق ليكي نصيحة مني ضبي كلبتك عزراء وبعدية عني فهمانة علي وحاش تعمل مراجل عالفاضي. على كلين أنا ما بين علق معي لكني بعتها على المنفردة. الغنمة اللي بتبعد عن قطيعة بيأكلها الذئب. يلا تعي. ها كنا عم نسأل عليكي. قالوا لي في خبر من عزراء شي؟ لا. دينيز دورة الزراعة شغل زيرين مو؟ ايه شغلة اصلا انا توقعت هالحركة منها وأوغوس كان مدير هاي الدورة. الله بيعلم شو عم بتخطط هالشيطانة. اكيد ناوية تأذي لهذا الشاب المسكين. ايه بعرف قلت له فهمته بس ما عم يرضى يسمعني ابدا لانه برأيه هاي الفرصة بتجنن لهيك كتير مبسوط. وانت شو؟ ما تحسنتي لأنك عم بتشوفي اللي بتحبي؟ مانك مبسوطة فيه بنتي؟ لكم دقيقة نسيت كل شيء
أخذني على عالم تاني تماماً. خالي صفية، إذا بدك الصراحة، أنا مستحيل أقدر بقى أني أفرح لحالي، لأنه سعادتي صارت مرهونة بسعادة كل وحدة هون. ما ضل عندي حياة خاصة فيني إلي. دينيز، بدي إياكي شوي. إنه يعني على فرض أنت خليتي الكاميرات تسجل بهالوقت، يعني بس ما بعرف أزلام. طيب بلكي هاي خطة زيرين أساساً، وقدرة بتعرف بهالشي، وهنن الاثنين خططوا هيك ليوقعوا عزراء. لا، عزراء ما رح تروح على المطبخ أصلاً، بس نحنا بدنا نصور إذا زيرين رح تحط شي بالمستودع، وعزراء رح تروح تلاقيه وتبينه للكاميرا، وهالشي بكفي. أكيد بكفي، يعني ما في داعي نمسكها مسك اليد. لا تنسي إنه أنا رح أشهد ضدها كمان، فما بيضل عندها فرصة. هلأ رح نودع زيرين يعني؟ إن شاء الله. يتم البحث عن رجل المخابرات السابق بتهمة جريمة القتل. هاد هو نفسه، علي الصوت. خبرنا التالي هو من العاصمة، قام رجل بقتل شخصين مجددا. أعطيني جهاز. هذا ما أثار حفيظة. وين بدنا نلاقي هذا الخبر؟ ما له 40 أخي. خلي الباقي إلك. سلموا. الله يسلمك. يعطيك العافية الباي. الله يعافيكي. كيف الوضع؟ منيح مثل العادة. قليلي، في شي بقدر ساعدك فيه يا خانم؟ لا، بس أنا أجيت أسأل إذا كل شي تمام، إنه يعني إذا في مشكلة بالنظام ببعت لك شب الصيانة. لا، كل شي تمام عندي. طيب امتى بتخلص مناوبتك انت؟ ومين رح يجي بعدك؟ بعد ربع ساعة بيجي عثمان وبيستلم من بعدي. ها، تمام، حلو. يعطيك العافية. الله يعافيك يا خانو. عثمان لسه أصعب من هاد. أزلام، ممكن تيجي على مكتبي فورا؟ جاي زيرين خانو. ساعة 9 قلت، يعني الحرب رح تخلص بعد 20 دقيقة. أوف، إن شاء الله نربح ونرتاح بقى، تعبنا لو وصلنا زيرين لهون. الشغل هلأ عند أزلام مو؟ إيه، ما بعرف إذا صح نوثق فيها، بس نحنا مجبورين. هو عزراء هنيك لحالة. دينيز، من شوي حطوه على التلفزيون. مين؟ لك هاد زلمة زيرين يلي خبرناهن عنه وقتها. ما سمعت الخبر، بس كانوا كاتبين بالشريط انه جريمة قتل وما بعرف شو. داريا، انت شو عم تقولي؟ هاد الحكي معناته انه تولجا كمان عم يحاول. كتير حلو هالحكي، تخيلي يمسكوا زلمة زيرين. الحمد لله. واخيرا صار شي حلو. رح يصير بنتي، رح يصير، لانه كل ظالم له نهاية باذن الله. يا الله دخيلك، احمي عزراء يا رب ترجعك. قلي لي يا خانم. أزلام، قعدي شوي. لا، مرتاحة هيك. لو سمحتي، أنا
اعترافك هداك اللي له علاقة بأمك أوزلام. سمعتي شو عم قول؟ ايه سمعت. أنا فكرت وقلت بلا ما وترك وخوفك أكتر، لهيك قررت امحي التسجيل تبع الاعتراف. بس بالأول بدي منك طلب صغير، آخر طلب، وبعدها رح يختفي هالتسجيل. طلبي شو بدك يا خانم؟ شغلة سهلة، بعد ربع ساعة رح تبلش مناوبة عثمان على الكاميرات، بدي اياكي تناوبي عنه هذا اليوم. بس ما فهمت ليش؟ رح تخلي الكاميرات مطفية لمدة نص ساعة، ما رح يتسجل شيء. بس شغلة بسيطة اعمليها وارتاحي. بتوقع انه اتفقنا ما؟ ليش ما رح نسجل هالوقت؟ شو يلي رح يصير؟ شي ابدا ما مهم. ما تحملت اكثر لما فاتت بالنوبة امت لحتى ساعدها، بس ما ساعدتها، ما اعطيتها الدواء، كانت عم تتوجع كتير، تمنيت تموت. أنا تمنيت تموت. طول ما هذا التسجيل معي لا تخافي من شي بنوم ولا تهتمي، اطمني ماشي؟ تمام موافقة. برافو عليكي يا أسلام، برافو. أوه والله الوقت مر بسرعة. بنات أنا عندي شوية شغل. جايين معك معلمتي، قوموا. لا لا انتوا عدوا، رايحة اتفقد المطعم وارجع. متأكدة معلمتي؟ الوضع مو أمان هالفترة، بتعرفي عزراء جانة، لا تروحي لحالك. قلتلكن عدوا كلكن محلاتكن، أنا بعرف احمي حالي، مالي بحاجتكن. أنا بدي خاف من النعجة عزراء. طيب تصبحي على خير أوزلام. وانت بخير. سبعة وأربعين، ثمانية وأربعين، تسعة وأربعين، خمسين، واحد وخمسين، اثنين وخمسين، ثلاثة وخمسين، أربعة وخمسين، خمسة وخمسين، ستة وخمسين، سبعة وخمسين، ثمانية وخمسين، تسعة وخمسين، ستين. مديرتنا؟ شو عالتكي عم تعديهم تقولي ساعة؟ برأيي الجدية بتخدمك أكتر هلأ. معك حق، مظبوط. طول ما هذا التسجيل معي ما تخافي من شي بنوب ولا تهتمي، طمني ماشي؟
ليك أنا بدي روح على المطبخ ضروري، على المطعم يعني. أنا لازم أكتب قائمة الأكل اليوم. بهالساعة قدرات؟ خلص للصبح. إيه بهالساعة، المديرة زيرين طلبت. شو ما عم تصدق؟ اتصل تأكد منها. زيرين خانم، زيرين خانم، قدرة طلبت تروح على المطعم هلأ، نسيت تكتب قائمة الأكل. اخدها فورا. والله يعطيكي العافية، ما قصرتي معنا. جوات الخزان اللي على اليسار تحت. وقعتي حالك بحالك زيرين، غلطتي غلطة عمرك. هلأ وقعتي بإيدينا وما بقى في مهرب. شو عم بيصير؟ شو عم بيصير؟ افتحي الباب يا محناية. أهلا وسهلا، شو أخباري؟ أنت شو عم تعملي هون؟ الله يلعنك، وقعتنا بالفخ. عفارم يعني، فهمتي؟ مو بس أنا يا غبية، نحن الاثنين ضحكت علينا. خدي شمي، شبك قربي شمي. العمى شو هاد؟ العمى هي بدها تقتلنا هون ونحن عايشين. الباب، دقي الباب يا مجنونة، افتحي افتحي الباب. المرة مجنونة رح تقتلهم. ما في حدا هون. ولك كيف ضحكت علي هالمجنونة؟ هاي جابتنا الحقيرة لهون لتقتلنا بهالغرفة. برافو، شو طلعتي ذكية وبتعرفي تستنجي. هي نفسها اللي قتلت نهال وخطفت حفيدتك، وهلا رح تضرب عصفورين بحجر وتقتلنا سوا لحتى تنتقم لأختها، فهمتي؟ يا الله يا الله. ولك افتحوا افتحوا، لك افتحي الباب. لا
شو اللي عم تحاول تعمله هالمجنونة؟ زيرين المريضة، حريق بالممر السفلي، جميع الوحدات على الممر السفلي، في حريق تحت، دخلوا بسرعة، خبروا الإطفائية فوراً. يلا شو في يا بنات؟ شو هاد الصوت؟ شو صاير؟ شو صاير؟ هاد إنذار الحريق؟ حريق؟ حريق شو؟ مين عم يحترق؟ روقوا، الحريق بالمستودع، ما في شي هون. بالمستودع؟ عزراء، هاد فخ العزراء، الحقوني! وقفي، ما في بعدي، خلونا وقفي هون. عزراء هونيك، هذا فخ العزراء.